أهلا شباب، يلا نكمل الجزء الثالث. هالمرة نحكي لنا فد سالفتين عن الهايبرناتريميا، وهي فد بسيطة كلش وأقل شيوعا يعني من الهايبوناتريميا، يعني مو شائعة، وهسه نعرف ليش. بالهايبرناتريميا تزداد نسبة الصوديوم، بس أغلب الأسباب إنه زيادة، أو يعني الميكانيكية اللي تصير بها زيادة الصوديوم، إنه يصير عندي ووتر لودز، يعني دا يفقد ووتر. أوكي، بحيث يصير نسبة الصوديوم بالبلازما مالته عالية ونسبة الوتر قليلة، فيصير هايبرناتريميا. أو مرات واحد هو دا ياخذ نورمال سلاين هيجي بي ملح هواية، بي صوديوم هواية، فيصير عنده ممكن هايبرناتريميا. فنجي نقرأ عنها. يقول الهايبرناتريميا defined as serum sodium above what above 145. احنا قلنا الطبيعي مالتنا 135، اذا صعد عن ال 145 يلا اسميها هايبرناتريميا. طيب reflect serum hyperosmolarity، هنا بعد هناك بالهايبوناتريميا حكينا عن الاوزمولاليتي، اللي نقدر نقول يعني موضوعنا اليوم تساوي نفس الشيء عن الاوزمولاريتي. حكينا عنها شو وقت ممكن تكون زايده ممكن نقصانه كذا، اللي هي سيدو هايبوناتريميا وترو هايبوناتريميا وترانسلوكيشنال هايبوناتريميا، تقدرون ترجعون الذنيت للسيدات. هنا من يزداد الصوديوم بعد الاوزمولاريتي ما ممكن تكون متعادله يعني طبيعيه او منخفضه، لا لازم زايده. اوكي، فرفلكت سيرم هايبر اوزمولاريتي. ذا رينال، هنا في هاي الثلاث اسطر يقول لي انه الكدني هي الديفنس يعني هي خلينا نسميها ديفنس اورجان، العضو اللي دافع لي عن عن الهايبرناتريميا. شلون؟ يتخلص هو من خلال الكدني، اتخلص من الصوديوم الزايد. هاي شغله. الشغله الثانيه اسوي ووتر ريتينشن، يعني ترجع لي الووتر، لان انا قلت الووتر عندي قليل، فترجع لي الووتر الكدني وتطلع لي الصوديوم على مود ارجع الهايبرناتريميا للطبيعي. اوكي، فالكدني هي اللي تتعامل ويا الهايبرناتريميا وترجعها للطبيعي، فهي نسميها هو مسميها ديفنس ميكانيزم. انا حتى يعني اكون ادق اقول ديفنس اورجان، العضو اللي دافع لي عن اللي دافع لي من الهايبرناتريميا. اوكي، شلون تسوي تطرح لي الصوديوم اكثر، تسوي لي الووتر تقلل الطرح مالته، يعني اليورين شي يكون عندي مركز لو مخفف، اليورين يكون مركز، لانه باليورين اني رجعت المي سويت ووتر ريتينشن، المي يكون قليل باليورين والصوديوم يكون هوايه، فيكون اليورين مركز. فهو كاتب رينال كونسنتريتنج ميكانيزم. هاي قصه. القصه الثانيه انه العطش. اني من خلال الجهاز العصبي مالتي راح يتحفز عندي العطش، لان انا قلت المي عندي قليل، فاعطش على مود اشرب مي، وبالتالي اعالج الهايبر، او مو بس اعالج، امنع الهايبرناتريميا. يقول لي thirst is the first and most important defense mechanism in preventing hypernatremia. اوكي لو مو اوكي اوكي. ال patients with hypernatremia generally have reduced cerebral function. يقول ذولا من اشوف patient عنده hypernatremia بالغالب بالعاده بالطبيعي عنده السي ان اس مالته السيربرال فانكشن بها فد مشكله ابنورمالتي. هسه وين هاي المشكله ما يهمنا، مو موضوعنا، بس اللي يهمنا انه هاي السيربرال فانكشن اللي صار بها ابنورمالتي مرات بها برايمري، يعني هو بالاصل عنده مشكله، وهاي المشكله صار عندها يعني وياها اسوشيتد وذ هايبرناتريميا. ومرات لا، الهايبرناتريميا هي تسبب لي السيربرال فانكشن ابنورماليتي. اوكي لو مو اوكي. فهو يقول لي ايذر ا برايمري بروبلم هي موجوده عنده من الاصل، اور از ا كونسيكونس اوف ذا هايبرناتريميا اتسيلف، يعني اجت بسبب الهايبرناتريميا. طيب which results in، هاي ايش تنطيني؟ يعني اذا الهايبرناتريميا هي السبب شلون دا يصير؟ يقول الهايبرناتريميا هي راح تسوي لي ديهايدريشن اوف نيورونز اند براين شرينكج. احنا الصوديوم راح يكون بالسيركوليشن اعلى او بالداخل الخليه قليل صوديوم، فبالتالي المي يلحق الصوديوم فيروح للخارج، لان بالخارج هو هوايه، فيخرج من الخليه يروح للسيركوليشن، فالخليه
فقدت المي مالتها، من فقدت المي مالتها ايش راح يصير بيها؟ راح يصير بيها شرنكج، يصير بيها دي هايدريشن. زين هذا الشرنكج الدي هايدريشن هو اللي يسبب لي سيربرال فانكشن ابنورماليتي. انت بريزنس يقول لي باوعني انت، يعني هي ليش نادره؟ احنا مو نادره وانما قلنا قليله، لانه انا عندي انتاكت سيرس ميكانيزم يعني نادرا ما او قليل جدا انه ميكانيكيه هاي مال العطش، انه اشعر بالعطش تصير بها فد مشكله. فاذا هي موجوده الانتاكت سيرس ميكانيزم انا راح اشرب مي. اوكي، زاد انه الجي اي تي مالتي خلي اقول سليم شغال، هو ايش كاتب لي؟ بريزيرفد كاباسيتي تو اوبتين اند انجست ووتر، اشرب مي واهضم الووتر. يعني انا عندي ثيرست ميكانيزم الشغله الاولى اعطش، الشغله الثانيه اوبتين ووتر احصل مي، والشغله الثالثه انجست ووتر اللي هو سلامه، يعني اقدر اقول سلامه الجي اي تي مالتي، انه الجي اي تي الجاسترو انتستينال تراكت مالتي ما بها مشكله، قادره على هضم الماء. وهاي يعني كلها خلي اقول بالغالب متوفره هاي الشغلتين او الثلاث شغلات. ف يعني هاي تنطيني نوت بروجرس، تخلي الهايبرناتريميا نوت بروجرس فيري فار، يعني خلي اقول تمنع الهايبرناتريميا. وحتى اذا شخص عنده هايبرناتريميا فهي ما تخليها بروجرس، ما تخلي بها في تزايد او تفاقم، لانه هو دا يشرب مي. طيب الكوزز اوف هايبر الهايبرناتريميا، احنا بالهايبرناتريميا اخذنا مثل هذا الجدول، وهسه راح نعيده وهي الهايبر فوليوم هايبرناتريميا. اتمنى يعني من تقرون هذا ترجعون تقرون ذاك حتى تشوفون الفرق، او يعني حتى تركزون اكثر. هسه هاي احنا قلنا يفقد ووتر اكثر مما يفقد صوديوم، فيصير عنده هاي المشكله. طيب عندنا فد هايبوفوليميا، ثلاثة فوليوم ستيتس، هايبوفوليميا وايوفوليميا وهايبرفوليميا. واحد هو هايبرناتريميا بس عنده هايبوفوليميا، شلون بالله؟ هذا دا يفقد عن طريق الكدني مالته، المشاكل مالته اغلب شيء يا اما احنا قلنا هناك سميناها مشاكل اعضاء، يا اما يم الكدني يا اما يم الجي اي تي يا اما يم السكن، دا يفقد ووتر. اوكي، بس هذا دا يفقد ووتر اكثر مما يفقد صوديوم. اوكي، يفقد ووتر اكثر مما يفقد صوديوم، هاي المميزه هنا. شلون يفقد ووتر اكثر مما يفقد صوديوم؟ مثلا رينال صوديوم لوزز، هنا كاتب رينال صوديوم لوزز مو يعني انه يدا يفقد صوديوم، وانما المشاكل المتعلقه بالفقد الصوديوم بالكدني. فاول وحده شو يقول لي؟ دايورتيك ثيرابي، واحد ياخذ دايورتيك ثيرابي، بس باوع هنا الدايورتيك اللي راح ناخذه يختلف عن الدايورتيك اللي ذكرناه بالهايبوناتريمي، يا هو اوزموتيك دايورتيك اللي هي عائله من عائله الدايورتيكس، الدايورتيك دراجز اعتقد الاخيره، وكذلك اللوب دايورتيك اللي هي مثالها اللازكس ديورنج ووتر ريستركشن، هو ما يشرب مي هوايه ودا ياخذ اوزموتيك دايورتيك او لوب دايورتيك. فبهاي الحاله يعني يفقد ووتر هوايه، يفقد صوديوم اقل من عنده، ف يصير عنده هايبوفوليميا، نقص الدم، نقص يعني تخلق يعني طرح ووتر هوايه، فصار عنده هايبوفوليميا، حجم الدم مالته اقل، وبنفس الوقت علقت الصوديوم عنده، علق مستوى الصوديوم فهايبر ناتريميا. هاي السبب الاول. السبب الثاني برينال صوديوم لوزز، اذا هو عنده جلايكوزيوريا، جلايكوزيوريا بالهايبرجلايسيميا يصير عنده يورينيشن، هنا تخلص من الووتر. اوكي، لانه هو يريد يتخلص، قصد الجسم بالهايبرجلايسيميا انه يتخلص من السكر اللي موجود بالدم. شلون يتخلص من عنده؟ عن طريق الكدني، فيروح يطرح كدني، يطرح شوجر جلوكوز ويا اليورين عن طريق الكدني، بس هذا الجلوكوز ما ينطرح وحده، لازم ويا ووتر، فطرح ووتر وطرح ويا جلوكوز، طرح ووتر طرح ويا جلوكوز، بالنتيجه راح يصير عنده هايبوفوليميا، يعني طرح ووتر هوايه، والصوديوم طرح قليل او ما طرح صوديوم، لان طرح بدل عنه جلوكوز ويا الووتر، فايش راح يصير عنده هنا؟ بس عنده هايبرناتريميا وهايبوفوليميا. السبب يعني الفرع الثاني من الاسباب خلي اسميه، الاول رينال، الثاني عن طريق الجاسترو انتستينال صوديوم لوزز،
يعني مشاكل متعلقة بال انه يفقد صوديوم عن طريق الجي اي تي، مثلا كولونيك دياري، هاي سبب. عندنا السكين صوديوم لوزز اللي هو يصير اكسسيف سويتنج، تعرق شديد، هم هايبوفوليميا هايبر ناتريميا. الايوفوليميا، الايوفوليميا انه دا يشرب ووتر، دا يعوض يعني كمية الوتر اللي تنفقد، وبنفس الوقت يصير عنده يورينيشن. فهذه الحالة يصح اكو يعني حالة سامعين بها احنا، يصح لها دايابيتيك دايابيتيس انسيبيتس، السكر الكاذب. هذا سنترال او نفروجينيك، يا اما يكون سنترال او نفروجينيك بسبب الكدني. هذا القضية مالته انه يصير عنده يورينيشن، هو يورينيشن هواية، من يورينيشن هواية دا يفقد ووتر، وهنا من دا يفقد ووتر هي دايابيتس انسيبيتس، يعني لها علاقة بالجلوكوز، يعني ما راح يفقد صوديوم. اوكي، من ما راح يفقد صوديوم يفقد بس ووتر، فالصوديوم مش بيه يعلق يصعد، يصير عنده هايبر ناتريمي. وبنفس الوقت هو ابو السكري السكر الكاذب يشرب مية هواية، فاذا شرب مية هواية الحجم الفوليوم راح يبقى متعادل، اوكي، نفس الكمية اللي يفقدها هو ده يشرب، بقيتها كمية جديدة، فالفوليوم يبقى ثابت، دايابيتس انسبيتس، والصوديوم يعلق، اوكي، هايبر ناتريميا. عندنا الهايبر فوليميا، الهايبر فوليميا انا قلت لكم اياها من البداية، اذا واحد ياخذ خلي اقول مغذيات انترال او بارنترال فيدينج، اوكي، اللي هي التغذية عن طريق الانترال او بارنترال، عن طريق الجي اي تي او عن طريق الانجكشنز، انترافينوس او اورال سولت ادمنستريشن، ياخذ ادمنستريشن اي في او اورال، كرونيك كيدني ديزيز بحيث عنده فد مشكلة بالكيدني وما يشرب مي ديورنج ووتر ريستركشن. دين الحالات هنا هو دا ياخذ صوديوم، اوكي، وبنفس الوقت دا ياخذ ويا الصوديوم اللي دا ياخذ سوائل، فيعلق عند الصوديوم ويعلق عند الفوليوم، يعني هايبر فوليميا و هايبر ناتريميا. انا شرحتهن وحده وحده حتى حفظهن يصير سهل، فحفظهن مسؤوليتكم انتم. انا انصحكم انه قبل تروحوا للسلايد اللي وراه كم يعني تحفظوه هذا وتفهموه وتقارنوه ويا الجدول اللي بالهايبر ناتريميا. هاي الدايجنوسيس يعني مو كلش تفيدنا، هو باختصار نقيس التوتال بودي ووتر، اوكي، ونقيس التوتال بودي صوديوم، وكذلك نقيس اليورينري صوديوم، وكل نتيجه لها احتماليه. السنتر الكلينيكال مانيفستيشن اوف هايبرناتريميا، شنو الشغلات الكلينيكال عنه؟ اول شيء التر مينتال ستيتس، احنا قلنا سي ان اس تصير بي ابنورمالتي، التر مينتال ستيتس يعني حالة العقلية، الوعي مالته، الإدراك يتأثر، ليثارجي تعب، irritability، restlessness، seizures، usually in children seizure يصير، muscle twitching، hyper reflexia، spasticity، spasticity يعني تشنج بالعضلات مالته، fever، okay، nausea، vomiting، labored breathing، and intense thirst can also occur. هاي الاشياء اللي تصير عندنا ككلينيكال مانيفستيشن، يعني شلون يجينا البيشنت، يجينا عنده حال يعني المينتال ستيتس، عنده تعب، اريتابيلتي، ريستلسنس، سيجر الى اخره. هاي الصوره اللي يجيني بها البيشنت كلينيكال مانيفستيشن. طيب بيشنتس ات ريسك فور سيفير هايبر ناتريميا، من هم اللي عندهم ممكن يصير عندهم سيفير هايبر ناتريميا؟ الالدرلي بيشنتس والانفانت، اللي الالدرلي كبار العمر والاطفال، الهوسبيتالايزد بيشنت، الهوسبيتالايزد خصوصا ذولا اللي ينطوهم خلينا نخليها بغير لون، ينطوهم هايبرتونيك انفيوجن، يعني مغذي او كذا هايبرتونيك، تيوب فيدينج، اوزموتيك دايورتيك، احنا قلنا الاوزموتيك دايورتيك واللوب دايورتيك، اللاكتيوليز دراج، ميكانيكال فنتيليشن، ميكانيكال فنتيليشن. هاي ريسك بيشنت جروب اكو اهل الالتر مينتال ستيتس، اهل الالتر مينتال ستيتس اذا هو من الاصل عنده فد مشكله بالسي ان اس مالته، هذا ممكن يصير عنده خرف، عنده
فد فقدان ذاكرة كذا، بحيث ما يعني خلي أقول ما يقدر يهتم بحاجاته الأساسية. فحتى من يعطش ما يقدر، ما يعرف إنه يروح يشرب مي وهيجي، ف يصير عنده هايبرناتريميا. uncontrolled DM هذا ممكن يصير عنده هايبرناتريميا. underlying polyuric disorders management، هاي المانجمنت هنا راح نقراها. يقول treatment of hypernatremia، احنا الهايبرناتريميا مو عالجناها اذا سريع واذا بطيء، اذا سريع نعالج سريع، اذا بطيء نعالج بطيء. هنا نفس القضيه، treatment of hypernatremia depends both of both the rate of development. اوكي هاي القضيه الاولى. القضيه الثانيه underlying cause، the underlying cause هذين الشغلتين يحدد لي التريتمنت. if there is reason to think that the condition has developed rapidly، اذا احنا نعتقد انها صارت rapidly neuronal shrinkage may be acute، مباشره يصير بها shrinkage، فلازم ننطي relatively rapid correction may be attempted. rapid correction اذا بطيء لا، الخليه نقول هاي صار لها adaptation، فاحنا من نعالج هم شويه شويه. this can be achieved، شنو نعطي؟ نعطي appropriate volume of intravenous fluid، نعطي فلويد، احنا عندنا نقصان بالفلويد، بس هذا الفلويد مو هم نعطيه وياه ملح، فشنو نعطي؟ يا اما نعطي ايزوتونيك متعادل 5% دكستروز، ايزوتونيك 5% دكستروز اللي هو الجلوكوز ووتر، او نعطي هايبوتونيك سالين سلاين اللي هو 0.45% at an initial rate of، ننطي كل ساعة جيت ريت اوف ادمنستريشن 50 الى 70 ملي لتر بالساعة. هايبوتونيك او ايزوتونيك ديكستروز 50 الى 70 ملي لتر بالساعة. هذول اهل الرابط. اوكي الووتر اكسس، هاي قانون الووتر اكسس يساوي 0.6 دبليو، او هذا ووتر ديفيسيت، هاي ممكن يعني ما مستحيل تجي علي مسألة أو كذا، بس خاف شكله كذا يجي ام سي كيو وهم مستبعد صراحة. نجي للهايبرناتريميا، هايبرناتريميا اند هايبرناتريميا ان اولد ايج، ذولا أهل الكبار العمر مشاكل الكلية، الكليتين عندهم شائعة، فممكن تصعدهم الهايبرناتريميا والهايبرناتريميا. زين الميكانيكية مالتها الأسباب ليش، فمنتظر هنا دا يحكي لكم. الاولى ديكلاين ان جي اف ار، الجي اف ار مالته قل. اوكي اذا ديكلاين ان جي اف ار، اولدر بيشنت ار بريدسبوزد تو بوث هايبرناتريميا اند هايبرناتريميا، يعني ممكن هنا يجيني ام سي كيو او كذا انه الاولدر بيشنت ممكن يصعدهم هايبرناتريميا بات نوت هايبرناتريميا، اقول له غلط، لا يصير بهم اثنينهم وهكذا. مينلي بيكوز، ليش يصير عندهم ممكن هايبر ممكن هايبر؟ اقول لك glomerular filtration rate declines with age، يقل. the capacity of the kidney to dilute or concentrate the urine is impaired، يعني هي تقول لها يا الكدني سوي concentration لليورين لان انا اريد احتفظ بالووتر، هي ما تعرف تسوي concentration يعني قدرتها تقل، او اقول لها سوي لي dilution تخفيف، ما تعرف، مو ما تعرف انما قدرتها تقل. capacity of the kidney، عندنا الهايبوناتريميا بيهم شلون؟ occurs when free water intake continuous in the presence of low dietary salt، هو دا يشرب الحجي يعني هو شايب كبير بالعمر، دا يشرب مي هواية وبنفس الوقت ما دا ياكل اكل بيه ملح، low dietary salt intake and or ممكن هو ياخذ diuretic drugs، فهاي خصوصا دا اهل اللي تسوي لي الهايبوناتريميا هي الثيازايدز. اوكي بينما بالهايبرناتريميا الادويه الدايورتيك شنو هن؟ الاوزموتيك واللوب دايورتيك. طيب هذول ممكن تساعدهم هايبرناتريميا، يشرب مي ما ياكل اكل بي صوديوم، وبنفس الوقت ممكن ياخذ دايورتيك بها، يعني ينطيه اياه ممرض بالعياده بالمستشفى يطوه ثيازايد. طيب عندنا الفازوبرسين ريليز، عندهم هم ممكن مشكله بالفازوبرسين انتي دايوريتيك هرمون ريليز. ووتر ريتينشن از اجريفيتد باي اني كونديشن ذات ستيميليت فازوبرسين ريليز، يعني اذا صار عندي فازوبرسين ريليز راح يصير عندي يعني ووتر ريتينشن لان هذا انتي دايوريتيك. سبيشالي ممكن
يعني شنو الاشياء اللي تسوي لي تحفز الريليز مال الفازوبرسين؟ الهارت فيلر. Moreover, the vasopressin responds to non-osmotic stimuli may be brisker in older subjects. Appropriate water restriction may be a key part of management. ذولا ممكن عندهم هارت فيلر او مشكله ثانيه يصعد عندهم الانتي دايوريتك هرمون. اوكي؟ فالفازوبرسين ريليز. فاحنا تقول شنو نسوي لهم؟ اول شيء هو عنده هارت فيلر فاقول الووتر انتيك اقلله، يعني اخليه ما يشرب مي هوايه. ذكرناها بالملزم 100 الى 1000 مللتر يوميا كحد يعني اعلى. كذلك انطيه فد دراج انتاغونست للفازوبرسين. عندنا الهايبرناتريميا. الهايبرناتريميا occurs when water intake is inadequate، هو ما يشرب مي. due to physical restriction preventing access to drinks، يعني مثلا هو في مكان وحده ماكو يم اهله وهيك، وما ما يقدر كل ساعه يروح ويرجع يشرب مي، فنهار كامل ما شارب له مي 100 200 مللتر، فممكن يصير عنده هايبر ناتريمي. or blunted thirst. both are frequently present in patients with advanced dementia or following a severe stroke. يعني ذول اللي ما يقدر يشرب مي، ممكن واحد صار عنده ادفانس ديمنشيا خرف، بحيث ما يدري بنفسه شرب مي ما شرب، وين المي، متيه كل امور خطيه. الاخر سيفير ستروك هم ممكن يصير عنده هاي الحاله. عندنا الدايت ريسولت، هو دا ياكل اكله طبيعي وهيجي بس ما بي يعني بي ملح هواي. اوكي، هايبرناتريميا از اجريفيتد اف دايتري سبلمنت or medications with a high sodium content. هو الحجي يحب الملح. فاسبيشالي افيرزنت بريباريشن افيرفيزنت بريباريشن ار ادمنسترد. appropriate prescription of a fluid is a key part of management. يعني هذا اللي ماكل ملح هوايه، هنا شنو العلاج الامثل له؟ العلاج الامثل انه اعطيه فلويد، وهاي الفلويد ايزوتونيك او هايبوتونيك اللي هي علاج الهايبرناتريميا. احنا الهايبرناتريميا علاجها الاساسي الفلويد. وها هي كملت هاي المحاضره، الحمد لله خلصت شويه بها صعوبه بس قدرناها الحمد لله. اتمنى فهمتوها، واي سؤال او كذا انا حاضر، واعذرونا اذا صار اي خطأ.